محمد ما يكونش الحوت ياكلني اللي بغا. لا محمد هذوك ياكلوا فينا الروح. لا محمد ما تمشيش ياكلوا فينا الروح. لا محمد ربي يا ربي يا الحبيب على وقت الحقنا الحمد لله يا سيدي يا ربي. انت باغي يقولوا لي هاد الناس واش ما في قلوبهمش الرحمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لك ماشي هاد جاره مسكينه كتعطيني هاد سطال د الماء كراهم القشوع تما كيبقاو الكاس الاخراني ما نجبر فيه نعطيني ولادي يشربوا. لا حول ولا قوه الا بالله. قطعوا لنا الماء قطعوا لنا الضوء ما عرفناش هاد الناس واش ما في قلوبهمش الرحمه ما كيحسوش بينا. لا حول ولا قوه الا بالله. الصابون الاخراني ما عنديش باش نغسل القشوع عباد الله. لا حول ولا قوه الا بالله. عينا من هاد الشيء هذا. حتى الراجل مسكين كنحشم نقول له خصني الصابون ديال القشوع. الله يسمح لي من ديك الجاره مسكينه. الله يسمح لي منها. عييت مسكينه اللي خصني كنمشي نقول لها عطيني يا جاره عطيني يا جاره. ها ربي يا الحبيب جيب لي فهمنا وما يعطينا حتى شي حاجه يا سيدي يا ربي. الحمد لله على كل حال وصافي الحمد لله. الراجل مسكين ما لا خدمه لا ردمه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. سطي ولد الماء خصني نحتل عليه بحال اللي كنحتل على. يا ربي عملنا شي تاول ديال الخير يا سيدي يا ربي يا ربي. يا لطيف يا ربي وتحضر السلامه مع من عايشين. عباد الله ما كنجبروا حتى اللقمه ديال العيش حتى الطرد الخبز ما كنجبروش باش ناكلو وكيزيدوا يكملوا عليك يديو لك الماء ويديو لك الضوء. يلا لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس هادو واش مسلمين ولا لا والله ما عرفنا. والله ما عرفناش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا انا والله ما عرفت علاش جيت فتحت النبيره وكنت جالسه واقفه كنشوف فيها. زعما واش عندي الخزينه انا هنايا باش غادي نتخير شنو خصني نعمل الغدره؟ يا ربي عطينا العقل يا سيدي يا ربي. واش غادي نوجد انا الغدره؟ هي لهم يجين من المدرسة الصباح صرتهم بلا فطور. قلت لهم ولادي تعطلتو غيمشيو دغيا ودابا يا ربي افتح علينا شي باب الخير يا سيدي يا ربي. يا ربي افتح علينا شي باب الخير من عندك يا ربي وتسهل علينا يا سيدي يا ربي. يا ربي وتسهل علينا يا ربي. يا الحبيب تقهرنا والله العظيم الا تقهر. اش غادي نعمل الخطأ؟ نشوف الجارة تعطيني شي حاجة ونقول هذيك الساعة نرد لك ما يخدم راجلي. ديك الساعة نرد لها كل شي اللي سعيت لها كامل نردو له. يا ربي هي اللي غادي تفوتني تعطيني غير شي جوج بطاطات ونعدلو من لولادينا الغدا. ديك الشي اللي غادي نعمل. الحمد لله يا سيدي يا ربي اللي باقيين جيران بحال هيدا تسرد لهم يعاد قواك. الحمد لله يا سيدي يا ربي هنايا في كيبانو الجيران والله يكثر خيرهم. خد ديك ما كانوش الناس اللي كيعاونونا وكل واحد شنو كيعطينا هادشي اللي غادي يجبروا غدا عند الله سبحانه وتعالى. الله يرحم لهم الوالدين. ايوا الحمد لله الله يكثر خيرهم الله يكثر خيرهم. الناس اللي جاليه مساكن شحال تعاونوا معانا وشحال كيتاسفوا لنا هما. تشوف كيفاش عايشين واخا هما مقصحين بالحق كيحسوا بينا كيحسوا بالمغاربه ديالهم وكيعاونوهم وشحال قدو يسردوا شحال قدو يسردوا. علاش هما الدوله ديالهم عامله لهم معاونات وعامله لهم كل شيء وحنايا يا ربي يكون معنا يا سيدي يا ربي يكون مع الدراويش اللي بحالنا يا سيدي يا ربي. يا ربي يا الحبيب يكون معنا يا ربي يا الحبيب ورفق بالحال ديالنا. نتينا هو اللي نتينا اللي خلقتينا ما غادي تضيعناش. الحمد لله يا سيدي يا ربي الحمد لله. شكون في عدنا؟ مش من الساعة هذه؟ مش من الساعة هذه؟ الله يا ربي الله. شو نعملت يا الراجل؟ شو غادي نعمل؟ ما كيميت تعمل اللي عطى الله هو هذا.
ما كاين والو، ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه. بنادم كل شي حاشي يدو في جيام كيدور في الشارع، شي على البحر، شي في الشارع، شي كيشوف بعينو الله يحسن العون وصافي. هادشي ما كاين لينا وللجامع، عطا الله وهذا الله ياخذ الحق. هادشي ما غادي نقول. ما دبرتي تاخذ من الرجال؟ دبر الخدمه زعما انا في هولندا دي دبر الخدمه. وياك قلتي لي ماشي عند مول القهوه قال غادي يخدمك. فاش غيخدمني مول القهوه؟ هو دخلت عليه قال لي شني غادي تشرب، هو مول القهوه فرح شافني دخلت من عنده، عاد طلب له الخدمه. لكن لا خدمه لا في القهوه. فين هما هاد القهاوي دابا؟ القهاوي نصف هاد المدينه شاد. وهذاك اللي قلتي لي قال لك في الشارع تفرش معاه التوابات حتى يخليه القايد، كيف نزلوا وقفوا معاه نوض جماع. دابا ما جبتي حتى درهم. حتى درهم. والراجل اش غادي نعملو حنايا؟ شنو غادي نعملو؟ عندنا ما نعملو، اللي عطا الله هو. هذا بحالنا بحال الناس كاملين في هاد المدينه، اش غادي نعملو حنايا؟ صافي مرضنا واحد والشافي هو الله، اللي عطا الله هو. عندنا ما نعملو، نكرهنا صافي. ما كاين حتى شي حل، ما كاينش شي حل تماما. خرج مشي هدر غوت دافع، ما كاين والو صافي. اللي عنده مسكين شي حوايج راه باعو، واللي عنده شي ذهب دمراتو راه باعو، ودابا كلشي تقاضى صافي. خاتومه اللي بعت البارح، خاتومه اللي بعت البارح شاريها ب 2000 درهم، جابت لي 60 الف فرنك. 60 الف فرنك فينا خلصتي هاد الكريدي في الحانوت؟ والله يجعل شي بركه صافي. ودابا العيال في الصباح جاو خصهم يمشيو للمدرسه، سرتهم بلا فطور، ودابا هما دابا غادي يجيو، شنو غادي نعطيهم للغدا؟ نعيت وتقهرت. فين غادي نعطيو الراس حنايا؟ فاين؟ مش عم خرج نسعى، شنو غادي نعمل؟ مبقاش عندنا الكمار اللي نقوا على الجيران، مبقاش عندنا الكمار اللي نتلاقاو بيه الناس. علاش؟ حيتاش ما عندنا شي، ما عندنا حتى شي حاجه. انا بعدا ما بقيتش كنقدر، والله ما بقيت كنقدر. وانا كنقدر، انا كنخرج للشارع كيعزو عليا الناس كثار مني. الناس الله يحسن العون كلشي مكمش، ماشي كيشوف شي في البحر، شي مشيت نسعى على مشيت نسعى على سطل د الماء باش غسلت القشوع حتى الماء والضو ما عندنا شي. الماء والضو الاخرين قطعوه منا، علاش دابا نعيش من حياه عندنا؟ اش من حياه؟ واش هادي حياة دابا؟ شنو غادي نعمل؟ الحل الوحيد هو انا من فحالي فحال اللي عملو الناس كاملين، يا اما غادي نموتو كاملين ولا غادي نعيشو كاملين. شنو الناس اللي عملو؟ شنو عملو؟ صافي انا نمشي نسيب راسي في البحر عاوتاني وانا كنعوم، انا كنعرف نعوم. لا ما كاينش كتعرف تعوم. انا نمشي نديك سبته ونديك سبته اللي هنا عاوتاني، واش انا غادي نبقى هايدا؟ انا عيد صابا. تمشي نسبته زعما اجي ودخل نسبته. انا عيد صابر، واش غادي نبقاو هيدا دابا انا وياك الراس في الراس كنبكيو على بعضياتنا ولا شنو غادي نعمل؟ شنو هو الحال؟ صافي غادي نمشي بحالي، حتى انا غادي نهجر بحالي من هاد الارض سعيده صافي. واش غادي نبقاو هيدا حنا في هاد الحاله؟ محمد عندك تعملها، ما تفكرش حتى فيها، ما تفكرش حتى فيها. شفتي خوتنا اللي مشاو؟ شفتي مسكين احمد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، خلى ثلاثه العيال. واش خصك تخلي لي ولادي يتامه؟ قول لي واش خصك تخلي لي ولادي تما؟ محمد شكون غادي يصرف عليا؟ شكون غادي يكون بيا؟ واش ولادك غنتينا حتى انا ولادي؟ ايوا واش غنخلي ولادي؟ ولادي هيدا كيضيعوا، عينا نسعاو عينا نطلبوا، عياو يعاونونا الناس، عياو يرحموا فينا الناس، عياو يصدقوا علينا الناس. تقادر تجهد صافي، تقادر تجهد، ما كاين والو صافي. غنمشي انا فحالي فحالي. لا محمد لا، هادشي هذا ما تفكرش حتى فيه. فاش غادي نفكر دابا؟ ما عنديش فاش نفكر من غير هادشي، ولا قتل راسك صافي. وما عنديش فاش نفكر. هادو اللي ماتوا واش ما كتفكرش فيهم؟ هادو اللي ماتوا وهادوك اللي فاتوا وهادوك ربي وقف معاهم. حنا ربي وقف معاهم. لا محمد لا، عندك تفكر حتى شي؟ ما تفكرش حتى فيها محمد. نطلبوا من الله يشوفوا لنا شي حل، نطلبوا من الله. انا كنشوف دراري في فيسبوك اللي مشاو طلعوا كلشي مدبرين دابا على راسهم، كيتصوروا ولابسين مزيان وضحكين وناشطين، وكيقول لك الله يسهل عليكم حتى نتوما. واش حنا نبقاو هنا في هاد الارض سعيده؟ هادي صافي ماتت صافي، جابوني ما تسمع هادشي اللي كان خصو وهو هذا صافي. باش انا نضيع ولادي؟ انا نبقى انا بالجوع، ما كاين باش تخلص الكراهه، لا دوله مصروف
وبنادم يفكر شي فيه. احنا حامدين الله حتى نشوفوا شنو غادي يعملوا معنا شي حاجه. غادي يعملوا هادي عام وزياده وما يعملوا لك الحل، غادي يعملوا لك الحل. شمن حل غادي يعملوا؟ وتقول شي واحد خرج كيهضر غار عليك، وتقول شي واحد خرج كيدافع عليك. تا واحد ما خرج غار يفرحك بالكذوب، بعدا يفرحك غار بالكذوب فحال دائما. غير يفرحك وتدخل عند ولادك وتقول لهم راه قالوا غادي يعملوا عاوتاني من هنا شي شهر ولا ما كاين والو. كلشي مخبع، كلشي ملبك في الديور ديالهم وعايشين، وانتينا موت وتكرفص وتبر راسك شغلك هذا. في غادي تمشي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كتخرج للشارع كلشي كيشكي، كلشي كيبكي، المرأة كتشكي، الراجل كيبكي، الشباب كيشكيو. الله يحسن العون، كنعرفو الناس زايدين علينا. كاين ناس عندها خمسة ستة دلعوا والله يحسن العون، والكرا قهرو. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صافي انا غادي نهجر، قلت لك غادي نهجر. محمد قلت لك ما تفكرش حتى فيها. محمد ما باقيليش ما نعمل هنايا اكثر. صافي انا هنايا تسالاولي، انا تسالاولي صافي. فكرت في الحل الاخراني عندي، واش نمشي نهجر ونجيب الله التيسير، ولا تجبرني شي صباح هنايا مجيف؟ جوج الحاجات. محمد ما فكرتيش الا مشيتي غرقتي، لمن عاد خليني انا؟ لمن عاد خليني؟ فيها جوج الحاجات. واش انا غنبقى هنايا كنموت بالجوع وتكرفيس هيدا كيموت فيا عرق بعار؟ صافي جوج الحاجات فيها، يا اما يا اما، جوج الحاجات، يا اما تفرح يا اما تبكي، جوج الحاجات. صافي محمد لا، هذا هو الكلام ديالي الاخر. انا عندي ما زدتش انا كثر هنايا. لا محمد ما تفكرش حتى فيها. محمد انا هضرت معاك هاد العشيه غادي نمشي في حالي، هو مزيان ها البحر مع وط، انا كنعرف نعوم. محمد قالوا لنا غادي يعملوا لنا شي حال، منا من الناس، من كتيق، من كتيق، منا من الناس. خلينا حتى نشوف شنو غادي يعملوا. دابا غادي يعملوا لك شنو غادي يعملوا؟ حنا غنستناو منا. دابا شحال صبرنا؟ غادي 60 سنه وحنا كنستناو. واش صبرنا عام ونص؟ دابا على غادي 60 عام، 60 عام وحنا كنستناو ما شفنا والو. الاباء والاجداد كانوا كيقولوا لنا هذا. لا محمد ما خليكش تعملوا مع نخلي. فكرت فيها، هذا هو الحل الاخراني عندي. ولادك محمد؟ ولادي في الرحمه الله. صافي واش ما فكرتيش فينا محمد؟ انا ما نبقاش عايل على ولادي هيدا. اللهم راه ما كيجيبش حتى الولاد فيكم. الدور ديالك يا محمد ما تبكي وتبرد. لا ما نقدرش. انا هذا هو الحل ديالي. لا محمد هذه هي اللي ما تفكرش فيها. هذا الحل هو ما كاينش. واش غادي نفكر اكثر؟ خليهم حتى يعملوا لنا الحل، حنا بحال الناس. واش انا كنتقطع من داخل؟ انا كنتقطع من داخل ونستناهم يعملوا لي الحل. شكون غادي يعمل لك الحل؟ انا كنموت عرق بعرق كل نهار. محمد صبر، صبرنا ونزيدو الصبر. ما فيه الكفايه. صافي الله يجعل شي بركه. نزيدو الصبر. انا هضرت معاك وهذا الاخر. صافي هذا الاخر هي. لا محمد خليني نمشي. لا محمد ما عادش الحوت ياكلني اللي بغى. لا محمد هادو كياكلوا فينا بالروح. لا محمد ما تمشيش. هادو كياكلوا فينا بالروح. لا محمد ما تمشيش. عندك علاش تبكي عليا؟ ما تمشيش يا محمد ما تمشيش. قلت لك ما تمشيش يا محمد. البحر ما معاهش اللعبه محمد. لا ما تغمرش بحياتك. لا محمد ما تغمرش بحياتك. صافي خليني الله يرضي عليك. محمد ما نقدرش يا محمد، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش. خير خليك. صافي لا محمد صافي غير خليك. لا ما نقدرش. غير خليك صافي الله يجعل شي بركه. ما نقدرش يا محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق ديالنا من اي واحد.